أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أن جهود التطوير والتحديث لكافة القطاعات الحيوية تأتي في مقدمة الأولويات التي تحرص المملكة على تنفيذها، مؤكدا أهمية مواصلة رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال تعزيز التنافسية والإبداع والابتكار لدى الجهات الحكومية الخدمية المختلفة للوصول إلى الأهداف المنشودة في تطوير الأداء والعمل الحكومي باستخدام المفاهيم والأساليب الحديثة، مقدرا سموه جهود كافة الموظفين الذين يضعون نصب أعينهم رضا المواطن عبر تقديمهم الخدمات الحكومية بجودة عالية. وأشار سموه إلى ما تمتلكه المملكة من كوادر وطنية تتميز بفكرها الإبداعي والمبتكر، والذين لهم دور مهم في الإسهام بتطوير العمل الحكومي وتقديم الخدمات الحكومية بالسرعة والجودة العالية خدمة للوطن والمواطن. جاء ذلك لدى تكريم صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله بقصر القضيبية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين 10 مراكز خدمة حكومية حاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم، وهي مركز وزارة الداخلية الأمني بالمحرق ومركزي هيئة الكهرباء والماء لخدمات المشتركين في كل من المحرق والكونتري مول، ومركزي تمكين لخدمة العملاء في كل من بيت التجار ومجمع السيف، ومركزي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لخدمات بطاقة الهوية في مدينة عيسى ومجمع السيف بالمحرق، والمركز البلدي الشامل ومركز البحرين للمستثمرين إلى جانب مركز فحص المعادن. وأشاد سموه بالجهود التي بذلها أعضاء لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية في إجراء عمليات التقييم والمتابعة منذ بدء تشكيل اللجنة، كما أثنى سموه على جهود كافة القائمين على مراكز الخدمة الحكومية الفائزة بتقييم اللجنة وما أبدوه من حرص على تحقيق الفئة الذهبية التي حصدتها هذه المراكز، مشيرا إلى أهمية مواصلة سير مراكز الخدمة الحكومية في تقديم الخدمات بجودة عالية وبالسرعة المطلوبة حرصا منهم على رضا المتعاملين مع هذه المراكز، مؤكدا أن مواصلة عمليات التقييم والمتابعة تعد عاملا مهما للارتقاء بخدمات القطاع الحكومي من خلال عدد من المبادرات التطويرية التي ستتم بناء على نتائج التقييم، منوها بأهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية وتكاملها لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية في سبيل تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بجودة وكفاءة عالية. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولون عن مراكز الخدمة الحكومية التي تم تكريمها اليوم عن شكرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بتشريفهم بالتكريم، مؤكدين بأن هذا التكريم سيدفعهم نحو مزيد من العمل والجهد لتطوير الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من تنمية متواصلة في كافة المجالات، مشيرين إلى الحرص على مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية وبالسرعة المطلوبة عبر الطرق المبتكرة والإبداعية المختلفة. Thank you.
هذا التكريم هو حافز كبير إلى كل قطاعات الوزارة لزيادة الجهود وتقديم أفضل الخدمات إلى المواطن والمقيم في كافة قطاعات الوزارة. اليوم في المركز البلدي الشامل، وإن شاء الله في الأعوام القادمة في قطاعات الوزارة الأخرى في مجالات الطرق، مجالات الصرف الصحي، ومجالات الزراعة والثروة السمكية وكل القطاعات التي تخدم المواطن والمقيم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة صاحب مبادرات كثيرة تسهم في خدمة المواطنين في مملكة البحرين، وإحدى هذه المبادرات هي لجنة تقييم المراكز الخدمات الحكومية، والتي تحفز هذه المراكز في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمشتركين في هذه الخدمات. ونحن سعداء في هيئة الكهرباء والماء أن مركزين من مراكز الخدمات التي تتبع الهيئة، وهي مركز المحرق لخدمات المشتركين ومركز كانتري مول لخدمات المشتركين، فازت بالفئة الذهبية. تم تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. الهدف من هذه اللجنة تطوير العمل الحكومي وتطوير مراكز تقديم الخدمة ورفع ثقة المتعاملين مع الحكومة. هذه طبعا رؤية ذكرها طويل العمر في الملتقى الحكومي. الهدف طبعا من خلال هذا المركز مثل ما ذكرنا أن تكون الخدمات الحكومية معيارية، كلها تعتمد على معايير. تم تطوير دليل في 92 معيار، 61 إلزامي و22 من 25 من 31 اختيار يجب تحقيقه للحصول على الفئة الذهبية. هذا البرنامج أوجد يعني له نقاط الضعف في بعض المراكز، واللي أدى إلى يعني معالجتها بشكل يعني يؤدى إلى تقديم خدمة أفضل بجودة أعلى إلى المواطنين وإلى المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك يعني أوجد معايير ممكن أن هي تميز هذا المركز وتعطي نفس ما تقول يعني أولوية أو امتياز على باقي المراكز. برنامج تقييم يعني أوجد معيار لمراكز الخدمة الحكومية لم يكن موجود من قبل، ولم يكن مطبق حتى أعتقد في الجهات الخاصة. بذلك وصلنا إلى مجموعة من المعايير من خلال هذا التقييم، مجموعة من المعايير التي يتم اتباعها من مراكز الخدمة الحكومية بحيث أنها تكون تقدم مستوى خدمة متساوي إلى جميع العملاء، وبحيث أنه يتم تقييمها من جهة معتمدة.